خصوصا في الشوط الثاني، واستطاع ان يفوز وباربعه اهداف ويحرز اربع اهداف ايضا. مرمى لم يستقبل اي اهداف، وبالتالي هي مباراه جيده، ولعب ضد فريق بشكل فريق كبير بشكل جيد، ده كلامه. اخر سؤال يا جماعه، من فضل حضراتكم المسؤولين عن المؤتمر الصحفي، من فضل حضراتكم عايزين نسمع السؤال، من فضل حضراتكم عايزين نسمع السؤال. احنا ما بنسمعش غير اجابه عمرو محب وهو بيترجم لريني فايلر ايه الكلام اللي بيتقال. فللمره المليون حصلت قبل كده من حوالي 3 مباريات ان كان في مايك في المؤتمرات الصحفيه للصحفيين، من حقنا نسمع الاسئله اللي بتخلي اللي الراجل بيرد عليها، سواء في المؤتمر الصحفي للاهلي او لغير الاهلي. الناس من حقها تسمع الاسئله اللي بتتقال ايه. يعني احنا عرفنا كده السؤال اللي هو ايه الاستبدال، هي دي القصه كلها، احنا سمعنا الاستبدال، فقلنا ان اللي خلى الراجل يعمل كده ويتكلم بهذه الطريقه ان هو قال لهم يا جماعه انا ماليش علاقه بالنواحي دي ولا ليه علاقه بالكلام ده، انا كل علاقتي بالنواحي الفنيه جوه الفرقه. فمن فضل حضراتكم للمسؤولين عن المؤتمرات الصحفيه، مراقب المسابقات هو اللي بيبقى مسؤول، مراقب المسابقات، من فضل حضرتك مايك بكامل مايك، يعني يعني ممكن نبقى نجيب مايك ونديه لحضراتكم مثلا، مش عارف بجد والله انا مش بهزر، انا بتكلم بجد، محتاجين نسمع الاسئله اللي بتتقال للمدير الفني ايا ما كان المدير الفني، ومش لقناه الاهلي بس، اعتقد لكل القنوات، عشان القنوات، لان اللي جوه في الصاله نفسها او في القاعه بتبقى باينه، انما القنوات ما بتبقاش باينه طبعا. وفي الاهم بقى يعني المؤتمر الصحفي بيتعمل للمباراه ولا في استبدال؟ يعني المؤتمرات الصحفيه في كل العالم احداث المباراه يتسال فيها بس، ما المفترض ان المدرب او في او اي حد في المؤتمر الصحفي ما بيتسالش الا على احداث المباراه الحاليه اللي شغال فيها، لو اي سؤال خارج الاحداث دي المفترض ان المدرب ما بيردش عليه. لا عايز اضيف عليك برضو حاجه، بيتنبه على مراقب المسابقات ان الاسئله بتبقى بعيد عن التحكيم كمان، يعني تبقى بره موضوع التحكيم. يعني لا اصل يعني بنقعد نستشف ايه السؤال، يعني احنا قاعدين عمالين نكتب ونعمل، عمالين نتخيل بقى هل هو بيتكلم على الاهلي ولا انت بتعرف الاجابه عشان بحاول اسمع الاجابه عشان استنتج انا السؤال. افرض كمان ساعات في بعض الاوقات ما بنسمعش صوت عمرو من بيبقى بعيد عن المايك، يعني عشان بيقول للراجل حاجه او بتاع، فبنبقاش سامعين صوت عمرو، فبالتالي احنا ولا بنبقى عارفين الاجابه ولا بنبقى عارفين السؤال. فيعني بسيطه جدا، مايك يتحط، مايكروفون يعني يتحط للكل اللي هو متحرك اللي هو وايرلس، يمشي على كل واحد عايز يتكلم ياخد السؤال يتكلم يسال السؤال. الجمهور المصري اللي بيتفرج على المباريات، انا مش بتكلم على قناه الاهلي بس، انا بتكلم بشكل عام في كل المؤتمرات الصحفيه، لازم الناس تسمع السؤال علشان نقدر نقول للناس ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقال. احنا بنقعد نستشف يعني.